ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هنعمل بوك مارك بشكل تاني، يا رب يعجبكم ان شاء الله، ويا رب يكون عجبكم الشكل اللي عملناه قبل كده. استنوا اشكال تانية كتير، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير للفيديو، كومنتوا من كومنتاتكم اللي بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هشتغل برضو بالخامة اللي انا بميل ليها قوي، اللي هي الاكوريل، اللي هي الووتر كالر. يعني اول حاجة هنحتاج ورق تقيل او ورق قطن، يا اما ورق تقيل فوق 350 جرام او ورق قطن زي ده. ليه بقى؟ ليه؟ عشان يستحمل كمية المية. الاكوريل وسيطه كله مية، بيعتمد على كمية مية كبيرة، فعشان كده هنحتاج ورق يستحمل المية دي. فرش الالوان المية بتبقى الشعر بتاعها بيبقى ناعم، بتبقى مضمومة على بعض شوية. في مبططة، دي بتبقى اكتر للزيت، وممكن استخدامات معينة في الوان المية، ده طبعا بيرجع لكم انتوا. المية كوباية هغسل فيها الفرشة، وكوباية هاخد منها المية النضيفة للون. اخترت لون عشان يبقى خلفية للبوك مارك بتاعي، اختاروا اللون اللي يعجبكم. انا قصيت هنا 5 × 15 سنتي، وطبعا الورق القطن او التقيل اللي عندي قصيت منه 4 سنتي × 14 سنتي، وخرمتهم من النص، وهبدأ اشتغل على الورقة التقيلة. انا هستخدم هنا بس لونين، هعمل خلفية كده درجات بسيطة كأنها فروع شجر كده خفيفة، وورد. تقدروا تستخدموا الالوان اللي تحبوها او الرسمة اللي تحبوها. طبعا
هبدأ بعد كده ألزق الجزئين على بعض بأي كلو أو أوهو أو أي حاجة. هركب لها كده الشريطة من فوق دي الاشكال اللي عملناها مع بعض قبل كده. تقدروا ترجعوا للفيديوهات بتاعتها وتشوفوا الطريقه معموله ازاي. بتمنى يكون الفيديو خفيف بالنسبه لكم ويكون عجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناه، لايك وشير للفيديو، سيبوا لي كومنت من الكومنتات كل بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.